إذا كان الحاج معه ماء من زمزم فقط وحضرت الصلاة، فهل يتوضأ منه أو يتيمم نظرا لأن ماء زمزم مبارك ويتخذ للشرب فقط؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماء زمزم كما قال الأخ هو مبارك، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، ولكن نقول من بركته أيضا أن يتطهر به العبد لأداء الصلاة، فالوضوء به جائز ولا حرج لأنه ماء، فيدخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلى هذا يجب عليه أن يستعمل هذا الماء، أي ماء زمزم، في طهارته، ولا يجوز له العدول إلى التيمم ما دام هذا الماء موجوداً.